Audio Jungle. ركز لك على الإكواسيون سيكون دوغري ومرة جاي إن شاء الله طبعا نعملو الجيومتري اللي هي الباري سنتر وكالكول فكتوريال. بس أنا ديجا نهار لحد مش غدوة اللي جاي عندي دفوار مات اللي هو لحد جاي عندك دفوار ديجا اي دفوار مات بيه مش مشكلة تعال نحاول نشوفه نعمله حصة أخرى ولا حصتين قبل الدفوار إن شاء الله نحضره له مليح إن شاء الله. دونك الدروس هما الباري سنتر والإكواسيون بريمي وسكوند دغري هكا عليه. مسيو الباري سنتر البروف قال لنا داخل مع الكالكول فيكتوريال معناتها يمكن يجيب لنا من الكالكول فيكتوريال. واضح واضح واضح. اي هما مربوطين ببعضهم هما مربوطين ببعضهم مربوطين ببعضهم. به به خلينا نبداو الساعة بالإكواسيون تاع السكوند دغري. دونك نحاول نبدا نعمل لك رابيل صغير. دونك ايكواسيون دو سكوند دوغري جينيرالمون ايكواسيون دو سكوند دوغري هذه جديده بارابور لو بريمير اني هي باش تكتب بالشكل ax كاري بلس bx بلس c ايغال ا زيرو. جينيرالمون بور ريزودر اون ايكواسيون دو سكوند دوغري لازم ايغال ا زيرو كيما هكا يعني لازم ديما ليكواسيون تاعنا نرجعوها إيغال زيرو باش نجمو نعملو ريزوليسيون نتاعها. الـ A هو الكوفيسيون اللي بجنب الـ X كاري، الـ B هو الكوفيسيون اللي بجنب الـ X، و C هي الكونستانت يعني بجنبها حتى شيء، 2 1 الأعداد يعني. باهي، كيفاش نعملو ريزوليسيون نتاع إيكواسيون سكوند دوغري؟ فما برشا ميثودات، دكا؟ فما برشا ميثودات. نبدا لك الساعة بالميثود الأولى اللي هي الميثود كلاسيك. بون أول حاجة ديما أنت في ليكواسيون سكوند دوغري نتاعك تخرج الـ A والـ B والـ C نتاعك. دونك هذيا أهم حاجة يعني تخرج لو كوفيسيون نتاعك يبداو واضحين كيف هاك. دونك بروميير ميثود اللي هي شنو نعملو نمشيو نشوفو عندنا شي A بلس B بلس C نحسب ايغال زيرو. فوالا ايغال زيرو في الحالة هذه شنو هما لي سوليسيون تاعنا يا شيماء؟ الاكس بريم ايغال 1 والاكس سكوند ايغال سي على ا. سي تري بيان صحيت اكس سكوند ايغال سي على ا. اذا كان هذه ما خطفتليش يعني عملت ا بلس بي بلس سي لقيتها ديفيرون زيرو نتعدى للا موان بي بلس سي هذه نحسبها اذا كان لقيتها زيرو شنو مالي سوليسيون يوليو عندي. اذا كان لقيناها زيرو لي سوليسيون باش تكون اكس بريم ايغال ا موان زان والاكس سكوند ايغال موان سي على ا. صحيح دونك هنا باش تولي موان زان اي موان سي سور ا. صحيح بي دونك هذوما اسهل حاجه يعني ديريكتومون نكابتيوهم سورتو كي يبداو هكا لي ا بي سي يبداو قراب لبعضهم هكا موان 5 4 ولا 2 موان 3 يعني ديريكتومون نمشيو هكا ديجا بالعين نجم نفهم نعرف انه ليكواسيون تاعي ماشي عندها توندونس للا بلس بي بلس سي ولا ا موان بي بلس سي. اذا كان الميثود هذه ما مشاتش يعني لا ا بلس بي بلس سي لا ا موان بي بلس سي دلتا. صحيت نتعداو للدوزيام ميثود اللي هي الدلتا. شو اسمه دلتا بالفرنسي؟ دلتا هكا شو نسميوه؟ ساعات نجي نقول لك كالكولي لو كذا كذا هذاك السامبول نتاعو دلتا ما هو اسمه شنو؟ شو نسميوه الدلتا؟ اسم الرمز نتاعو دلتا هاي الرمز نتاعو دلتا ما هو عنده اسم دكا اسمه ديسكريمينون دكا اسمه فوالا ديسكريمينون. دونك ساعات يقول لك كالكولي لي ديسكريمينون داكوغ ولا سون كالكولي لي ديسكريمينون. دونك ديسكريمينون دلتا القاعده نتاعو هي شنيا دلتا ايغال ب او كاري موان 4 ا سي. فوالا هذا مش يعطينا ثلاثه حالات هذا مش يعطينا شاتينا نقول دلتا اصغر من زيرو هذيك امبوسيبل. صحيح ايوا دونك الكاسينيا انه دلتا ايغال زيرو. هاي في الحاله نتاع دلتا ايغال زيرو واش عندنا
في الحالة متاع دلتا إيكال زيرو، باهي شوف معايا كيبدا هو الايكواسيون دو سكون دوغري، دوغري نتاعها 2، يعني هو ستان بولينوم اون فان كونت دوغري نتاعو 2. هذه تعطينا ثلاثة حالات، يا اما با سوليسيون. مثل اكس تكون موان بي على دوزا، صحيت فوالا. دونك هنايا كيبدا دلتا نيجاتيف با سوليسيون، با دي سوليسيون. اش معناها با سوليسيون؟ يعني كي مش يقول لي ريزودر دون ان سي لونسومبل فيد، صحيت. دونك كي يبدا دلتا ايغال زيرو عندي اون سول سوليسيون، عندي سوليسيون بركة هي مبالا دوتا. فوالا دونك اس دون ار هي مش تكون اكس بريم ايغال اكس سكوند، اللي هي موان بي سور دوزا، صحيت. اي الحالة الثالثة دلتا كيفاش يكون؟ لا اكبر من زيرو. فوالا دلتا بوزيتيف اكبر من صفر. في الحالة هذه قداش عندي من سوليسيون؟ دو اكس بريم و اكس سكوند. فوالا دو سوليسيون، نقولوا سوليسيون والا نقولوا راسين. ساعات يقول لك ديتيرميني لي راسين، لي راسين. داكو دونك اكس بريم اكس سكوند شنو هما لي زيكواسيون نتاعهم، شنو هما القاعدة نتاعهم؟ اكس بريم وان بي بلس راسين دو دلتا على دوزا، والا موان بي موان راسين دو دلتا على دوزا. فوالا موان بي موان راسين دو دلتا سور دوزا. دونك جوست العلامة اللي في الوسط هي اللي تتبدل. دونك من ايكواسيون دو سكوند دوغري، يا اما تعطينا زيرو سوليسيون، يا اما تعطينا اون سول سوليسيون، اي او ماكسيموم على اكثر حالة تعطينا دو سوليسيون. داكوغ فوالا، هذا هو ليكواسيون دو سكوند دوغري نتاعنا، وهذا نعتمدوه على الدلتا. دونك ساعات ماهوش معناها سوليسيون، سوليسيون معناها الاكس اللي لقيته هكا كي تعوضه في ليكواسيون تلقى زيرو. داكوغ هكا اش معناها؟ داكوغ سوليسيون معناها يخلي ليكواسيون نتاعي كي نعوض الاكس لهنا يخليها ايجال زيرو، ونحسب نلقى زيرو، هكا اش معناها سوليسيون. باهي فما سكون ابيل دلتا بريم. داكوغ دلتا بريم هذا كيفو كيف الدلتا، اما شنو وقتاش نخدمو بيه؟ كي يبداو لي كوفيسيون كبار شوية، مثلا نلقى ال A مثلا 15، ال B 30، ال C مثلا نلقاها معرفش يعني 40، يعني نلقى لي كوفيسيون كبار شوية. لي كوفيسيون كبار شوية، مش 2 و 3 و 4 و 5، يعني كبار شوية. في الحالة هذه يا شيماء نخدمو بسكون ابيل دلتا بريم. شنو هو هاد دلتا بريم هذا؟ دلتا بريم هو بي بريم او كاري موان ا سي. شنو هي البي بريم؟ البي بريم هي بي سور دو. دونك جوست باش نسهلوا على روحنا الكالكول، يعني الدلتا بريم هذا كيف وكيف الدلتا، جوست نخدموا به باش نسهلوا على روحنا الكالكول يا شيماء، في صورة ما اذا يبدا عندي لي كوفيسيون كبار شوي. دونك ما عادش نعمل بي كاري موان 4 ا سي، تولي بي كاري موان ا سي، في بلاصه بي باش ناخذ بي بريم اللي هي بي سور دو. داكوغ يولي جوست الاكس بريم، اكس بريم تولي موان بي موان بي بريم بالطبيعة، موان راسين دو دلتا بريم، فبلاصت على دوزا تولي سور أ. داكوغ ما عادش سور دوزا، و اكس سكوند تولي موان بي بريم بلوس راسين دو دلتا سور أ. داكوغ يعني الفرق الوحيد الأخرى موان كاترا سي هذي موان أ سي، والأخرى على أ هذي سور الأخرى على دوزا. الإكس بريم إكس سكوند على دوزا هذي على أ، هذي نستعملوها في صورة ما إذا يبدا عندنا مثلا يبدا عندنا لي كوفيسيون كبار شوية. في الحالة هذي نوليو نخدمو بالدلتا بريم، أما نفس الحكاية معناها، نفس الأستوس. باهي دونك هذوما بريميير و دوزيام ميثود. باهي تروازيام ميثود، شنو هي لا تروازيام ميثود بور ريزودر اون إيكواسيون دو سكوند دوغري؟ دونك تروازيام ميثود اني ليكواسيون كيفاش نفككو. فوالا نجم نعمل نستعمل الفاكتوريزاسيون، نجم نستعمل الفاكتوريزاسيون بور ريزودر اون ايكواسيون. صحيح لا فاكتوريزاسيون، تفكيك لا فاكتوريزاسيون. دونك نفيق بيه باغ اكزومبل
Et là, هو, donc l'équation de second degré, ax carré plus bx plus c, نجم نفيق بها اللي هي a moins b ولا a plus b au carré. D'accord? Donc نجم نفيق بها اللي هي bon, on est كتبها x moins خير. Donc x moins x prime خير. Voilà. Je vais mettre mon tableau de signes. تابلو تسيني ذاك خاص بالإيكواسيون ذاك احنا في الإيكواسيون وتفرق بين إيكواسيون إينيكواسيون اي ذاك هذاك التابلو تسيني نخدمو كي نلقاو أكبر أو أصغر من صفر كي نلقى يا شيماء أكبر ولا أصغر من صفر وقتها نعمل تابلو تسيني ذاك توا احنا مازلنا في الإيكالا زيرو تفاهمينا مازلنا في الإيكواسيون اش معناها إيكواسيون يعني نلقى تساوي نلقاها تساوي حاجة ذاك اش معناها ايكواسيون ان ايكواسيون نلقاها اكبر او اصغر من صفر دونك هذه قلنا الميثود نتاع الفاكتوريزاسيون نجم نفيق بها هي اكس موا اكس بريم بار اكزومبل او كاري هذا في صورة ما اذا دونك فقنا بها ا في الشكل نتاع ا موان بي ولا ا بلس بي كاري والا دونك فوالا هذا هو جينيرالمون نختموها بالشكل هذا في صورة ما إذا عندي بطبيعة الـ A يبقى لبرا هذا في صورة ما إذا عندي اون سول سوليسيون إذا كان عندي دو سوليسيون تفكيك يولي X موا X بريم فوا X موا X سيكوند ديما X موا السوليسيون إلا عندي دونك هذا الفاكتوريزاسيون ينجم يكون حل صحيح ينجم يكون حل في الخدمة متاعك به فماش حل اخر شنو نجم يكون عندنا كوم سوليسيون دونك كاتريام ميثود باش نعمل ريزولسيون تاع ليكواسيون سكوند دغري نعملو الفورم كانونيك تسمع بها الفورم كانونيك فوالا نجم ايكواسيون سكوند دغري نخدمها بالفورم كانونيك تسهل عليا شنو تعمل الفورم كانونيك يكونوا عندي كعبتين اكس اكس كاري و اكس تردهم لي اكس بركه داكا دونك الفورم كانونيك هما زوز قواعد عندك ا اكس كاري بلس دونك ناخذ حاجه سهله دونك نعطي القاعده ديريكت دونك هلا دونك عندي اكس كاري بلس ا اكس والا اكس كاري موان اكس دونك الفورم كانونيك يكونوا عندي كعبتين اكس اكس كاري واكس تردهم لي اكس بركه دونك في الحاله هذه باش تعطيني اكس بلس ا سور 2 او كاري هذه القاعده اش تقول ومن برا ديما موان ا سور 2 او كاري كيف كيف لهنا اكس كاري موان اكس تولي اكس ناي موان دونك تولي موان هذه موان ا سور 2 او كاري ومن برا ديما ومن برا ديما موا ا سور دو كاري دونك فوالا هذه الفورم كانونيك نخدمو بها ساعات باش نرجعو هكا فوالا هكا شفت من كعبتين اكس رجعناها اكس اون سول اكس يعني رجعناها انكونيو بركه اللي هي اكس لهنا هكا رجعنا اكس بركه لهنا دونك الفورم كانونيك تنجم تعاوننا تنجم تعاوننا في الـ في ريزولسيون تاع ايكواسيون سكوند دوغري بي مزالو لي ميثود دونك عندنا سانكيام ميثود سانكيام ميثود اللي هي في صورة ما إذا هذي نخدمو بها في صورة ما إذا يعطينا سوليسيون يعني مثلا تبدا ليكواسيون تاعنا فيها دو سوليسيون يعني دلتا بوزيتيف دونك إذا كان يعطينا سوليسيون ويقول لي ديتيرميني لوتر سوليسيون يعني إذا كان تبدا هذي نخدم بها إذا كان تبدا اون سوليسيون كونو اون سوليسيون ولا اون راسين كونو يعني فما واحدة فهم نعرفها x بريم ولا x سكوند نعرفها دكا إذا كان مثلا x بريم نعرفها ويجي يقول لي ديتيرميني لوتر سوليسيون ولا لا دوزيام سوليسيون في الحالة هذه نخدم بالقواعد هذوما كيفاش نطلع لي زوتر سوليسيون دونك ما عادش نستحق باش نخدم بالدلتا سي بلو فاسيل كو دلتا نمشي نح عندي القاعدة x بريم بلس x سكوند ايغال موان بي سور ا فوالا
D'accord? Le registre de belle kfaya hédia, hédia somme. ولي سيستيم Voilà. Hédia, l'aime vraiment ce hack système. Système avec un nom à un autre exercice. De deux inconnus. Aïe, avec le système hack, un nom à un autre exercice. Mais je n'ai pas dit que le hack est hédia. Je trouve tout le système, non? Mais hédia, hédia, je n'ai pas la solution. D'accord? سيستم شو يعمل هو سيستم هذاك نوع اخر نتاع اكزرسيت تو نحكيو عليه من بعد تفاهمينا باهي خليك مركزه معايا في هذه اوكي هذه مثلا اني نعرف الاكس بريم ويجي يقول لي طلع لي الاكس سكوند دونك ديتيرمين اوتر سوليسيون المهم نقعد نحسب في الدلتا ونعمل اكس بريم موان بي بلس راسين دو دلتا سور دو زا والاخرى موان بي موان راسين دو دلتا سور نعمل القاعده هذه صح ديريكتومون اني حاجتي بالاكس سكوند دونك مش نجبد الاكس سكوند بار اكزومبل ايغال moins b moins sur a moins x prime. Hop, on a la deuxième solution, c'est-à-dire x seconde. D'accord? C'est-à-dire somme de deux solutions égale moins b sur a. D'accord? Donc, le produit de deux solutions, le produit qui est la solution l'une, voilà, solution t, c'est sur a. Kif kif, c'est la deuxième solution, x seconde, c'est sur a, fois 1 sur x prime. Voilà. D'accord? Donc, si j'ai un x' ou j'ai une deuxième solution, ce n'est pas la peine. Surtout, il faut déduire ça. Généralement, dans les exercices, il faut déduire l'autre solution. Ou déduire la deuxième solution. Ah, maintenant, il faut que nous utilisions la solution l'oula pour que nous la solution finie. Donc, là, nous ne travaillons pas avec delta. Nous allons travailler avec une des règles. Il y a une somme. Somme de deux solutions égale moins b sur a. Ou elle nous travaillons avec le produit. هذا صفا يا شيماء فوالا دونك هذو هما جينيرالمون لي 5 ميثود اللي نخدمو بهم ليكواسيون نتاعنا داكا معنا بور ريزودر ليكواسيون سكوند دوغري بي قلنا كيما عندنا ايكواسيون عندنا لينيكواسيون داكا عندنا اينيكواسيون بالنسبه لينيكواسيون بون كيف كيف عندي ثلاثة حالات كي يبدا دلتا نيجاتيف كي يبدا دلتا بوزيتيف كي يبدا دلتا ايغال زيرو جوست باش نكتبهم لهنا دونك كي يبدا دلتا بون كي نقول انيكواسيون يعني باش نشوف السينيا باش نشوف السينيا نتاع نتاع ليكواسيون دو سكوند دوغري داكا لا تسمع فيا دقيقة بركة مسيو ما قاعد يتكلم فيا باهي باهي خذ راحتك Inéquation, نفس الخدمة مش نخدموها في الانيكواسيون جوست الفرق الوحيد انه مش نزيدو تابلو دو سينيا يعني كي نلقاو انيكواسيون ا اكس كاري سكون دوغري بلس بي اكس بلس سي يعطينا تابلو دو سينيا فوالا نعملو تابلو دو سينيا باش نعملو تابلو دو سينيا نحط هذيك الايكواسيون هيك ايغال زيرو الساعة نطلع لي سوليسيون نعمل لها ريزوليسيون ونحط الاكس بريم والاكس سكوند صحيح هذا فوالا في الحاله اذا كانت دلتا نيجاتيف كيفاش باش يكون التابلو سينيس مش نعملوها مثل كيفاش ما تتعملش فيها لا تتعمل عندها سينيا عندها سيني هو شنو التابلو سيني نحب نشوف العلامه نتاع ليكواسيون هذيك وقتاش موجبه وقت السالبه دونك عندها السيني نتاعها كي تبدا دلتا نيجاتيف دونك ليكواسيون نتاعي في الحاله اذا كان عندي دلتا نيجاتيف بطبيعه با دو سوليسيون دونك من موان لانفيني بلس لانفيني ما ثماش سوليسيون شمعنى ما ثماش سوليسيون يعني ما ثماش اكس يخلي ليكواسيون هذه ايغال زيرو يا شاي وبالتالي من موان لانفيني لبلس لانفيني عندنا قاعدة تقولنا راهي ليكواسيون هيكي عندها ميم سيني عندها سيني كونستون اللي هو سيني دو ا معناها يا اما تلقاها ديما بوزيتيف يا اما تلقاها ديما نيجاتيف فوالا دونك اذا كان دلتا نيجاتيف راهي ليكواسيون تاعي ستريكتومون بوزيتيف كيلكو سوا اكس يا ستريكتومون نيجاتيف تفهمينا داكور باه كي يبدا عندنا توا اون سول سوليسيون يعني عندي اكس اللي هي موان بي سور دو زا تخلي لي ليكواسيون تاعي ايغال ا زيرو يعني عندي اون سول سوليسيون سولسيون هذيك تخلي لي ليكواسيون تاعي كازو نفس الشيء سينيا دو ا هما لي دو سينيا دو ا فوالا سينيا دو ا سينيا دو ا يعني سواء
الدلتا نيجاتيف ولا دلتا ايجال زيرو ليكواسيون دو سكوند دوغري نتاعي عندها نفس السيني يعني دي توجور بوزيتيف ولا توجور نيجاتيف ما تبدلش السيني نتاعها ناخذ السيني دو ا اللي هو الكوفيسيون العدد اللي بجنب الاكس كاري تفهمينا الحاله الوحيده يا شيماء اللي تبدل فيها السيني نتاع سكوند دوغري اللي هي يكون اكبر من صفر فوالا في الحاله نتاع اكبر من صفر دونك سي دلتا سوبيريور ا زيرو باش يولي عندنا تابلو ولي برك من الجهة ما بين النيجاتيف والإكس بريم هذيك السينيا دو أ وبين الإكس سكوند والبلوس لانفيني هذيك زادا سينيا دو أ أما ما بين لي دو زيرو تولي سينيا دو موان زيرو صحيت بطبيعة أنت الإكس بريم والإكس سكوند تحطهم بالترتيب من الصغير للكبير هنايا باش تحط الزيرو يعني ليكواسيون تاعي تسانولي قتل الإكس بريم والإكس سكوند صحيت على الأجنحة على الأجنحة على الجزوز الجناحات على الجانبين دونك عندنا سينيا دو أ العلامة نتاع الأ اللي هو الكوفيسيون الكبير وفي الوسط باش نلقاو موان سينيا دو أ عكس العلامة نتاع أ دونك الحالة الوحيدة اللي تتقلب فيها السينيا هي كي يبدا عندنا زوز أصفار يعني عندي دو سوليسيون داكا رد بالك جوست رد بالك في هذه في الحالة هذه راهي تشبه ماهيش كيما ليكواسيون دو برومي دوغري في ليكواسيون دو برومي دوغري يتبدل السيني في ليكواسيون دو سكوند دوغري ما يتبدلش السيني كان تتفكر ايكواسيون دو برومي دوغري يعني في شكل ا اكس بلس بي تدبون انت والا اللي بجنبها صحيت في ليكواسيون هذه عندك قدام الصفر سيني دو ا وكي ترجع لتالي تحط موان سيني دو ا يعني تقلب العلامه دونك رد بالك في ليكواسيون دو برومي دوغري مثلا اكس بلس 1 ولا 2 اكس بلس 3 ولا اللي هو دونك العلامة تتبدل في ليكواسيون دو سكوند دوغري لا دلتا ايغال زيرو ولا دلتا نيجاتيف ميم عندي سوليسيون ان نو شونج با دو سيني وقتاش تبدل السيني نتاعها كي يبدا عندنا دو زيرو دكا واضحة الحكاية هذي اي مسموح سي بيان باهي شنو باش نحكي اخر الفاكتوريزاسيون سي بون حكينا عليها ديما رد بالك ما تنساش تخرج ديما ال ا هذي اون فاكتور دونك ديما x موان سوليسيون مثلا اذا كان عندي سوليسيون موان 3 تولي x بلس 3 اذا كان عندي سوليسيون مثلا الثانيه موان 1 تولي x بلس 1 اما ديما اني x موان سوليسيون ما تنساش ال a اذا كان ال a نتاعي ماهيش 1 دونك ما تنساش تخرجها اون فاكتور البار كي يبدا اون سول سوليسيون نحطو x موان سوليسيون هذيك او كاري دكا باهي دونك هذا ملخص الدرس نتاعنا باهي ناخذو ليكزرسيس 1 بون باش نعاونك اني ملول شوية باك تروازيام بارتي نولي نخليك شوية وحدك هكا نشوفك شنو تعمل تعمل لي كابتور وترجع لي باهي ناخذ ليكزارسيس 1 دونك قال لي ريزودر دون ار لي زيكواسيون سويفونت باهي دونك عندنا اكس كاري ليكواسيون الاولى اكس كاري بلس 3 اكس بلس 10 دونك كالعادة باش نخرج أول حاجة يا شيماء الـ A والـ B والـ C دونك الـ A قديش لهنا يا شيماء؟ الـ B الـ B 3 والـ C 10 صحيح دونك اسكو نجمو نعملو A بلس B بلس C ولا A موان B بلس C اسكو لا لا ديجا ما يعطيناش زيرو دونك ظاهرة فوالا دونك هنا زاد ما نجمش نخدم بك الدلتا بريم خاطر ما نخدم بالدلتا بريم كان كي يبدا الـ B زوجي كي يبدا الـ B عدد زوجي كي بدا عدد فردي ما نجمش نقسمو على اثنين دونك شنو نخدمو بالدلتا دونك صحيت شنو نخدمو بالدلتا يعني شنو نخدمو بي كاري موان 4 ا سي دونك دلتا بي كاري يعني 9 موان 4 فوا ا فوا سي يعني فوا 10 سي امبوسيبل هادي فوالا مش تطلع 9 موان 40 تطلع موان 31 يعني دلتا نيجاتيف معناها امبوسيبل يعني قداش عندي من سوليسيون vide monsieur voilà pas de solution zéro solution donc s dans r c'est impossible je m'en ai l'ensemble vide m'en ai à chaima il faut mettre solution m'en ai à dire à mourir à ma jizéro ma femmech x ma femmech x et khala hat fsa wisfer yani quel que soit x appartient à r x carré plus 3x plus 10 toujours différent 0 d'accord et d'ailleurs je m'en ai je m'en فهمتش معناها معناها هذه كلك سوا اكس ما ثماش اكس ما ثماش يعدد
يخلي ليكواسيون هذه تساوي صفر، يعاود يخلي ليكواسيون هذه تساوي صفر، كان نعملو السيني نتاعها، ترى نعملو تابلو السيني نتاعها. دونك اكس بريم اسكو شنو باش يطلع التابلو السيني نتاعها؟ كيفاش مش تطلع هذه من موان لانفيني بلس لانفيني؟ بيان سور ما عنديش سوليسيون. دونك الا هو شنو هو السيني دو ا لهنا؟ هو بوزيتيف، الا هو صحيت بوزيتيف. دونك هنا هذه توجور بوزيتيف. دونك هذه كلكو سوا اكس ابارتيان ار ها بولينوم هذا دو قريتو بولينوم دونك دو سكوند دوغري توجور بوزيتيف و ستريكتومون بوزيتيف زاد ما يجيش حتى زيرو ما يجيش. ايوه داكا باه ترا ناخذو ليكواسيون باغ اكزومبل الثالثه. دونك ناخذو ليكواسيون الثالثه. دونك ش عندنا؟ عندنا موان 4 اكس كاري بلس 4 اكس موان 1 دونك ايغال ا زيرو. دونك شنو هما لي كوفيسيون تاعنا ا و بي و سي يا شيماء؟ مثلا ال ا موان 4 و البي 4 و سي موان 1. فوالا. دونك كيف كيف هذه كيف كيف كي نعمل ا بلس بي بلس سي ما تعطيني زيرو ا موان بي بلس سي. دونك لازم نعمل دلتا. دونك هنا يا اما نخدم بالدلتا ولا نخدم بالدلتا بريم. زوج صحاح داكوغ، نخدم بالدلتا بريم بويسك البي نتاعي، البي نتاعي لهنايا زوجي، اما بويسك لي كوفيسيون صغار نخدمو بالدلتا مش مشكل، كوفيسيونات مش كبار، اربعة مش كبيرة. دونك نخدمو بالدلتا بي كاري موان كاتر اسي. دونك دلتا دونك بي كاري يعني 16 موان كاتر. فو فير اتونسيون في السينيا تاو الا موان 4 موان 1. فوالا دونك il faut faire attention، هذه ال 4 نتاع القاعده وهذه ال 4 موان 4 نتاع ال A. دونك عندي موان و موان يتنحاو الزوز، دونك تقعد لي 16 موان موان 16 قداش تجي؟ هي تجي ايغال ا زيرو. ها قداش عندي من سوليسيون؟ قال لي انا سوليسيون وحده اللي هي موان بي على 2 ا. Voilà, elle a admis une seule solution. Hein, elle est x égale moins b sur 2a. Yani, quand est-ce que tu as là? Yani, tu as là moins b, il y a 4 à la 2a, il y a 4 à la moins 16. Ma gère ma ta'amala, ma gère ma ta'drabha. شفت عندك moins 4 من فوق ومن لوطه، شفت؟ اي تطلع 1.5 صحي، تطلع 1.5 صحي. دونك موان 4 موان 4 دونك تطلع 1.5. دونك اس دون ار حط لونسومبل نتاعي هو 1.5. فوالا. دونك عندي كان ال 1.5 هو اللي نجم يخلي ليكواسيون هذه ايغال ا زيرو. كيف كيف لو كان نعمل التابلو تسيني نتاعها؟ ترى نحب نعمل تابلو تسيني نتاعها، نمشي نعمل تابلو تسيني. دونك حط x كيما هكا، ليكواسيون نتاعي موان 4x كاري بلس ديما سينيال دو ا. فوالا مالغري عندها سوليسيون، هنا باش نحطو زيرو بيان سور. ها تسانيلي غاد، هنايا صحيت ديما سينيال دو ا اللي هي نيجاتيف خاطر عندنا موان 4. داكوغ دونك الي توجور نيجاتيف ليكواسيون نتاعنا هذي. داكوغ دونك موان 4x كاري بلس 4x موان 1 هذي توجور نيجاتيف. موان 4x كاري بلس 4x موان 1 يعني انفيريور و ايغال ا زيرو. شفت حطيته و ايغال خاطر تنجم تجي زيرو خاطر عندي سوليسيون كيلكو سوا اكس ابارتيان ار. صحيت باه. ناخذو ليكواسيون الرابعه اخر كعبه في البريميرمون. دونك عطانا موان 4x كاري موان 4x كاري plus x plus 1 égale à 0. Plus x plus 1 égale à 0. Donc, je connais A, B, C, les A est moins 4. Mm-hmm. Le B Le B, 1. 1. Ou C Ou C, 1. Voilà. Donc, A moins B plus C, A plus B plus C, matinjach. Donc, nous avons le delta. B carré moins 4AC. Donc, قداش تجينا الدلتا؟ جي واحد موان كات استلم سمحني مش
17. دونك واحد إلا أربعة الـ A قديش موان 4 و سي 1 من غير ما نحطها دونك صحيت مش تجينا 17 تجينا 1 بلوس 16 صحيت تجي 17 بوزيتيف ولا دونك ديما اي باش نعرفوا النومبر دو سوليسيون نشوفوا السيني نتاع الديسكريمينون السيني نتاع الدلتا دونك معناها اللي ليكواسيون ليكواسيون تاعنا تفضل ادمي دو راسينا اللي هما اكس بريم اكس سيكوند اي مل عليا قداش الاكس بريم شنو القاعده نتاعها شنو هي الفورمول بتاع اكس بريم موان بي موان بي موان راسين دو دلتا على دوزا والاخرى موان بي بلوس راسين دو دلتا على دوزا صحيت جست العلامة اللي في الوسط هذيك يا شي ما شفتها تتبدل تكون موان توالي بلوس ها داكور دو باه دونك موان بي موان راسين دو دلتا دونك البي قداش 1 دونك موان بي يولي موان زا موان راسين دو 7 على راسين دو على 16 لا على دو موان فوا 16 دو فوا قداش موان 4 موان 4 قداش دو فوا موان 4 موان 8 موان 8 مش 16 لهنا على موان 8 بون هنايا عندي موان موان 8 ريتها الموان في حدا الويتا ايه نجم نطلعها لفوق ونقلب لي سيني هذا يولي عندي 1 بلس ايه راسين واحد دو مع هدر 17 فوالا سور 8 دونك هذه تو سامبلومون باش نقلب العلامه في الوسط كانت موان زان موان راسين دو 7 تولي بلس راسين دو 7 سور موان 8 سور دو فوا تولي واحد موان راسين دو 7 على 8 ومسي نجم نكتبو اس دو اخ اكس بريم و اكس سكوند صحيح نجم بعد ما حطيت له اكس بريم واكس سيكوند نجم تكتب له هكا صحيت فوالا نعطيك صح سي بيان دونك هنا جوست باش نوريك شويه كيفاش تخدم بالكالكولاتريس معناها كيفاش الكالكولاتريس تنجم معناها تطلع لك فاسيلمون الريزولتا هكا سهل بالعكس سهل عليك الخدمه وتخليك تفيريفي الريزولتا نتاعك دونك هذه هي الكالكولاتريس نتاعنا دونك تحط مود كالكولاتريس كازيو اف اكس 570 دونك تحط مود ايكواسيون يعني مود 5 دونك عندنا ايكواسيون دو سكوند دوغري دونك سي 3 دونك نحط 3 دونك يطلب مني باش ندخل ال A ال A في الحالة نتاعنا سي موان 4 دونك نحط ايغال بعد ال B عندنا 1 دونك نحط 1 إيجال إيجال باش تتصبى ومن بعد السي عندنا 1 زاد دونك نحط إيجال فوالا دونك صبيت لي كوفيسيون تاعي نحط إيجال مرة أخرى يعطيني لا بروميير سوليسيون إكس 1 هيك 1 بلس راسين دو 7 سور 8 نعاود ننزل إيجال مرة أخرى إن دوزيام فوا يعطيني فوالا يعطيني لوتر سوليسيون اللي هي 1 مو راسين دو 7 سور 8 داكوغ دونك شفت ليكواسيون سي بالكالكولاتريس تولي بلو فاسيل يعني تولي فاسيلمون نجم نفيريفي لي ريزولتا نتاعي هو هو مشي في الاكزاما باش يعطينا من غير ما نحسبوا الديسكريمينون دلتا معناتها اي ها باش نجيوها هذه من غير ما نحسبوا ديسكريمينون داكا هاكا اقرا لي دوزيام اوتر دوزيام روما Sans calculer les discriminants delta, résoudre dans R les équations suivantes. Moins 4x au carré plus pi moins 4 fois x moins p égale à 0. Donc, qu'est-ce que l'A là? L'A moins 4. Le B. Le B pi plus 4. C. Voilà. Monsieur, qui nous a que nous avons 3 égale à 0. Très bien. On est à x prime égale à 1 ou x seconde égale à. X seconde égale à moins b à la a. Voilà, donc là, nous avons le a plus b plus c, nous avons égal à 0. Donc, on a deux solutions. Là, on a x prime égale à 1
و x سيكوند اللي هي c سر a، السي اللي هنا هي موان بي، والآ سي موان 4، لا مو 4، تولي بي على 4. تولي بي سور 4. ولا دونك بيان سور هنا سي بلو فاسيل خيرنا من نقعد ونحسبه في الديسكريمينون. دونك 1 اي بي سور 4. ولا لي دو سوليسيون. باهي دوزيام ايكواسيون، شنو هي الآ متاعنا؟ الآ متاعنا آ والدو والبي هي 3. لهنا الأم تاعنا جذر 2 بلس 1 والبي 1 والسي موراسين دو 2. فوالا نسير كي نطرح كي نجمع الأ والسي، كي نجمع الأ والسي إيكال البي. صحيت معناها الوغ الاكس بريم ايجال موانز ان والاكس سكوند ايجال موان سي على ا. فوالا صحيت. دونك احنا في الحاله نتاع ا موان بي بلس سي، صحيت كي نجمعوا ال ا وال سي نلقاو ال بي. دونك صحيت. دونك معناها عندي اكس بريم ايجال موانز ان، سي بيان. دونك عندي هنا اكس بريم ايجال موانز ان والاكس سكوند ايجال موان سي سور ا. دونك موان c moins racine de 2 sur a, yani sur racine de 2 plus 1. Voilà. Donc s dans r, je dois aller en a moins 1. Non, le x seconde. Voilà, au racine de 2 sur racine de 2 plus 1. Quand on dit moins ou moins, باش نحيتها صحيت. C'est bien. Ben, نمشيو ل troisième. Donc, troisième. Résoudre dans R l'équation suivante. X, x au carré, la valeur absolue de x au carré moins x moins 2 est égale à la valeur absolue de moins 2x au carré plus 3x plus 2. Qu'est-ce que nous avons dit? Nous avons fait les deux cas. اللي هي شو مالي دو كا؟ لي دو كا اللي هي اكس اكس او كاري موان زيكس موان دو ايكال موان دو زيكس او كاري بلس تروا زيكس بلس دو، و دو زيكس او كاري موان تروا زيكس موان دو. صحيت. دونك شو هنايا باش نخدمو بالقاعدة، باش دونك اللي مقلقنا هنا هي القيمة المطلقة. دونك باش نتخلص من القيمة المطلقة صحيت، باش نخدمو بالفورمول هذي اللي هي تعطينا 2k. دونك باش تخلص من الفالور ابسولو. دونك فالور ابسولو دو اكس ايغال فالور ابسولو دو y، سيتادير يا اما اكس ايغال y او اكس ايغال موان y. فوالا صحيت يا شيماء، هذه القاعده اللي باش نخدموا بها. دونك هذه مش تعطينا سيستيم ديجا جاتنا تقريبا نفسها في الدفوار، اما يعني الاعداد مبدلين، اما في عوض ايغال حط لنا مو ايغال زيرو. فهمت. عديتوا عليه انتم سكوند دوغري يا مسؤول؟ احنا سنتيز. فهمتك فهمتك، انتم مش تعديوا سنتيز توا. ايه عديتوا الكنترول الثاني معنا. ايه ايواش فهمت فهمت فهمت، باهي برشا باهي. دونك فوالا صحيت. دونك هنا باش يولي عندنا، دونك كيما قلت انت، دونك نحيو الفالور ابسولو باش يولي عندنا اكس كاري moins x moins 2 égale à moins 2x carré plus 3x plus 2 ou x carré x moins x moins 2 égale à 2x carré moins 3x moins 2. صحيت. Je vais changer les signes. Voilà. Donc, tu as vu ce que je vais صحيت صحيت. دونك بعد نجيب هذا الكل هنا نطرحهم من بعضهم. علاش؟ باش نظهر ايجال زيرو. دونك ديما نلوج على ايجال زيرو، خاطر ايجال زيرو هو اللي يسمح لي باش نعمل ريزوليسيون ديكواسيون داكوغ دو سكوند دوغري. دونك صحيت. دونك نجيبهم بحذا بعضهم، يعني باش نطرحهم من بعضهم. اكس كاري موان اكس موان 2 باش نجيب بحذاها بلوس 2x كاري موان 3x موان 2 ايجال زيرو. فوالا كان ظهر ايجال زيرو. الاخرى كيف كيف، اكس كاري موان اكس موان 2 باش نجيب بحذاها
2x carré étoilé moins 2x carré, moins 3x sur les plus 3x. Plus 3x plus 2 égale à 0. Voilà. Donc, je suis allé à dire x carré plus 2x carré. Qu'est-ce que c'est? C'est égale à 3x au carré moins 4x moins 4. Voilà. Égale à 0. Ah ouais, deuxième. L'autre, tu as les monsieur x, tu as les moins x au carré. Sahit. Plus 2x, wakaha égale à 0. Sahit. 4 moins 2 plus 2, c'est bon, égale à 0. Sahit. Ah ouais, elle dit que fais-je nommer la résolution de ta équation. Elle dit que monsieur, on charge le A ou le B ou le C, on estime le delta, on estime le x prime ou le x seconde. Voilà. Aussi, monsieur. Mais on a une factorisation. صحيت 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 يا شيماء. Donc ثانيه donc انا يعني x carré ou x donc je n'amène une factorisation c'est bien يا شيماء صحيت. Donc je charge x en facteur. D'accord? Je vais قاعد لي moins x plus 2 égal à 0, ça égal à 0. Ouais, je نخدموها بالدلتا b carré يعني 16 moins 4 au carré 16 moins 4ac, donc on a moins. Moins 4, donc, fois moins 4. 4. Plus 12. Voilà, donc tu as 16 plus 16 fois 3, donc on dit 16 fois 3, je t'artine 48. 48 plus 16, je suis allé à 40. Donc 46 voilà 64 voilà 64 delta tana j'ai 64 b donc c'est positif maintenant on a deux solutions b on comme le système tana donc le lanim starting a deux solutions puisque delta tana positif donc starting a x prime moins b toile 4 moins racine de 64 هو 8 8 في 8 64 2a يعني 2 في 3 6 voilà donc je t'attends moins 2 sur 6 moins 4 sur 6 moins 4 sur 6 donc je peux simplifier tu as les moins 2 sur 3 simplifie 2 l'autre voilà donc x seconde juste 4 moins 8 tu as les 4 plus 8 نقلب العلامة الفلوست sur 6. Donc 8 plus 4. Tu as 12 à la 6 égale à 2. Voilà. Ben, بالنسبة à l'autre solution, on a x fois moins x plus 2 égale à 0. Start in, hein? Il y a x égale à 0 ou x égale à moins 2. Sahit. Ou moins x plus 2 égale à 0. Il y a x égale à 2. Sahit. Voilà. D'accord? Donc. S de R. Donc S dans R, et ouais. Moins 2 à la 3 ou 0, 2. Voilà, moins 2 sur 3. On a 0, on a 2. Donc, on est. Voilà, on a 2, c'est ma solution double. On est à l'autre martin. C'est bien, ça a été. Shaima, nous sommes l'équation le même bas. Donc, Shatana, Fenia. Shatana. X au carré moins 5x plus 6 à la x moins 2 égale à 0. Monsieur Mchouni, fait le maqam, les conditions nécessaires. Voilà, je t'ai fait les conditions nécessaires ou les conditions d'existence. Hait, chez les mêmes maqam, il y a Shaima. Il y a une différence de 0. Voilà. Yani x, les mêmes différence de 2. Voilà, donc. Le domaine d'existence différent de moins 2. Différent de 2. Hakale, x moins 2, les mouches qu'on se fait, yani x différent de 2. Yani, domaine d'existence, m'tana, domaine d'existence. G ou chat, monsieur. R. R ou chat. Privé, Evika. Privé de. Voilà, R privé de 2, donc je vais éliminer. 2 hein, comme. Voilà. Donc, on a x carré, tu as un peu de l'équation. Tu as x carré moins 5x plus 6. Plus 6 égale à 0. Donc, il y a un a sur b égale à 0.
يعني a égale à 0. يعني a égale à 0 صحيت، يعني الفوقاني هو اللي يساوي صفر صحيت. 5x plus 6 égale à 0 صحيت. دونك ايوه ولا تلنا دو دوزيام دوغري. ولا تلنا اكواسيون سكوند دوغري صحيت. اها عندنا ال a égale à 1 اها وال b égale à moins 5 و c égale à 6. Monsieur, معناش A plus B plus C égale à 0, معناش A moins B plus C égale à 0, معناتها نحسبو discriminant. فوالا صحيت، نحسبو ديسكريمينون دلتا، ما عندناش شوا لهنا، لازمنا نحسبو الدلتا. بي كاري تولي هذه موان 5 كاري تولي 25 5 موان 4 فوا fois 6 fois 1 فوالا تولي égal à 1, monsieur le bec. فوالا ايغال 1. دونك اكس بريم X prime égale à moins B moins racine de 1 à la 2A ou à la 2. دونك شطلع لنا موان بي. دونك اذا كان البي موان 5 5 5 moins 1 على 2 اللي هي 2 monsieur. 4 على 2 هي 2. صحيت اكس سكوند توا اكس سكوند تولي موان بي بلوس راسين دو دلتا على 2a تولي 6 على 2 ايغال 3. صحيت ايوه. من بعد monsieur عندنا ديجا انه دومين ديكزيستونس الاغ تكون الكل الاغ الا دو معناتها دو رجي و فوالا 3 اكسبتابل. صحيت هذه ار جي تي على خاطر ماهيش موجوده في الدومين ديكزيستانس. صحيت يا شيم، دونك دو ماهيش موجوده في الدومين ديكزيستانس، دونك ار جي تي. دونك شنو ناخذو كان 3 صحيت. 3 دونك اس دون ار ناخذو كان 3 كوم سوليسيون بويسك دو منحيه من الدومين ديكزيستانس. صحيت يا شيم. باهي تروازيامون، تروازيام ايكواسيون شعطانا اكس او كاري بلس 3 اكس بلس 1 ايغال موانز 1 على 2. مسيو لهنا الكونديسيون لازم ما هو معناتها ايغال زيرو مش لازم. دونك مسيو نضربو البسط في المقام والمقام في البسط. ساعة لحظة، شنو ما عندنا شي زيرو مش لازمة؟ شنو هي مش لازمة؟ الكونديسيون نيسيسير. لا لا لازمة، مادام عندك كسر، مادام عندك كسر وفما اكس من اللوطة معناها فما كونديسيون ديكزيستونس. السيدة ضاي نجم يقلقنا، السيدة ضاي تنجم تجي اكس لهنايا كان عوضها تعطيني صفر يولي ما كسر فيه صفر من اللوطة ما يجيش، سي ان ايرور، ما يجيش ماتيماتيكمون كسر فيه صفر. دونك هنايا مادام عندك كسر دونك دومين ديكزيستونس لازم لها تحت الكسر هذه يكون ديفيرون زيرو. داكار، معناتها مسيو الكل وحدات الكل اللي فيها اكس و اكس بخيم وقتها يكونوا ايكال زيرو لازمنا نحيوهم. صحيت صحيت داكار. دونك هذه دونك ردوا بالنا في الدومين ديكزيستونس لهنا لازم 3 اكس كاري بلس 8 اكس بلس 5 ديفيرون زيرو. داكار، دونك ايكواسيون دو سكوند دوغري لازمنا نشوفو لها لي سوليسيون نتاعها، يعني لازم نشوفو شنو هما لي زيكس الا يردوها ايكال زيرو. شنو هنعملو؟ واه نخرجو الأ والبي والسي. ايوا شنو هو الأ والبي والسي؟ ايوا الأ تروا والبي بيت والسي سانك. باه مثل هنا ال A plus B plus C ما نعمل B زيد ال A مون B plus C ثلاثة بت لا لا مثل ال A مون B أي ال A مون B plus C قداش تجيب لنا A مون B plus C إيكال زيرو صحيت. ولي X بريم إيكال X بريم إيكال موان زان X سكوند إيكال موان C على A. صحيت. قداش موان سي سور ا؟ موان سي سور ا تكون سان موان سانك على تروا. صحيت سي موان سانك سور تروا صحيت.
معناتها لازم الدومين ديكزيستونس ما يكونش فيه الموانزا والاغ الكل الا موانزا وموانسانك على تروى. صحيح بيان. Donc, je veux accepter tous les x et le moins 1 en 5 tiers. Je ne veux pas l'accepter puisque je me suis un dénominateur, le maqam m'ta'na, égal à 0. Ouais, je t'en ai dit, on est à la rouahna. Donc, tu as dit, on est à la rouahna, on a produit des extrêmes. Il y a un nom, le hédi, fi tnid, ou l'otani, fi naqs wahd. D'accord? Donc, je vais aller à la rouahna. Je ne t'en ai pas le kasser. Je vais aller à la rouahna. Donc 2 fois parenthèse x carré plus 2x plus 1 x plus égale 1, à moins moins 3x moins 8 bon. Moins 5 12. Voilà, donc tu as le 2 on le moins 1 tu vas dire on a 2x carré plus 4x plus 4x plus 2 plus 2 égale à moins 3x moins 8x moins 5. من مسيو بعد بديك بدي بديك نهز هذيك الجهة الكل ونحسبهم بعضهم ونحطوا إيجالا زيرو. صحيح ديما لازم نظهر إيجالا زيرو باش نجم نخدم الدلتا نتاعي. صحيح دونك يولي عندنا 2 إكس كاري نجيبو بحدها صاحبتها اللي هي 3 إكس كاري بعد 4 إكس نجيبو بحدها صاحبتها بلس 8 إكس إكس و 2 بلس كونستانت 2 بلس 8 فوالا إيجال إيجالا زيرو. فوالا Donc 2x carré plus 3x carré, 5x carré voilà, il est starté à 5x carré plus 2x plus 7 égale à 0. Voilà. Aïwa. Monsieur Anna Honi, monsieur A moins B plus C égale à 0. Très bien, sahit, Yeshaima. C'est bien à remarquer. Donc, c'est bien. Je nous dis A moins B plus C, il y a 5 moins. Donc, 5 moins 12 plus 7, c'est égal à 0. C'est bien. Donc, je vais vous dire delta. Donc, x prime ou x seconde. Je vais vous dire. X prime, je vais vous dire moins 1. Mmh. Ou x seconde, je vais vous moins c à la a. Voilà, c'est bien. Moins c sur a. Donc, moins c à la a, c'est moins 7 à la 5. Ça, c'est moins 7 sur 5. Alors, monsieur, déjà, x prime moins 1, il faut être différent de moins 1. Maintenant, il faut rejeter. L'autre acceptable. صحيت هذه مش موجوده في اكبر كمان 7 على 5. صحيت دونك لو موان زام مانيش باش ناخذوه خاطر الدومين ديكزيستونس قال لي اروجيتي قال لي ما تاخذوش. صحيت سي بيان دونك باش ناخذو كان موان 7 سور 5 سي بيان يا شاي بي ها كاتريام ايكواسيون شاطانه هذيك راستين دو موان 4 اكس موان 3 ايكال 2 اكس بلس 3. Monsieur, on est à la condition nécessaire et nous laissons les tâches racines comme négatif. Et ouais, ça fait. Laissons les tâches racines comme positif. Hey, où est le barre de racines? Je ne vois rien ici. Mais en deux conditions, Zama? Ah, deux monsieur conditions. Elle est. Il est 2x plus 3 est positif, donc négatif. Très bien, le résultat, la natija dit que la racine c'est positif, c'est appartient à R+. Oui. Donc ça fait, donc il se met à la donc la tahta racine ou la barra de racine, zos les amoumikounou positif. Donc ça fait, donc condition nécessaire. On a deux conditions à la réalité, nous avons une condition à واحدة, donc on a moins 4x, moins 4 moins 3, x, moins 3, les autres sont différents de 0. Positif, d'accord, à comprendre le 0, et, chauffe, et, mouche ou, et 2x et, plus 3, aussi moins. Positif. وبعد ذلك مثل نعمل أكره باش تيتنح الراسين ونبدو نخدمه بس ساخن نطلعو الX لنا متاع كل كونديسيون تكار ومبعد تو نعملو الكاري تكار ومملول خن خرجو الدومين مش نخرجو الدومين إلا نقبل فيه معنى الدومين المجال اللي فيه لي X إلا مش نقبلهم تكار دونك باش نطلعوه عن طريق لو دو كونديسيون هذو. رومارك لان لو كان ما جاتش عندي 2x لو كان جات عندي ايجال 3 تولي كونديسيون بركه اللي هي موان 4x موان 3 بوزيتيف
Donc, يبدأ عندنا إيجال un réel positif. Donc, ce n'est pas la peine باش نعملو condition d'existence على البرة من النتيجة نتاع الراسين. ما نعملو condition d'existence nécessaire على النتيجة نتاع الراسين كان كي يبدأ فما X. يعني فما variable تنجم تخلي لي ريسك انو النتيجة ديك تكون سالبة. مثلا لو كان جات راسين دو موان 4x موان 3 إيجال 3 ولا إيجال 1. دونك تولي كونديسيون برك اللي هو تحت الراسين لازم يكون موجب. فهمتني ولا اي؟ اما هو لي اكس فاريابل تنجم تكون ديجا نيجاتيف. فوالا داكوغ. دونك هنا اللي خلانا نعملو كونديسيون على البرة من الراسين على خاطر عندنا اكس من البرة. دونك اذا كان العبارة البرة من الراسين فيها اكس دونك لازمها زادة تكون بوزيتيف يعني سوبيريور ويقال اي مثلا وكان جات فالور دابسولو شكون البرة فالور ابسولو اي كيف كيف كان جات بالفالور ابسولو ما تعملش عليها كونديسيون ديكزيستونس يعني مادامي بالفالور ابسولو مادام ضامنتها انت بوزيتيف دونك فماش علاش باش تلوج عليها باش تلوج لها المشكله نتاعها دونك مادامي بالفالور ابسولو انا امورها منظم كيف كيف لو كان لا تحت الراسين اون فالور ابسولو كيف كيف ما عنديش كونديسيون ديكزيستونس لانه مادام لا تحت الراسين اون فالور ابسولو معناها مضمنه اني بوزيتيف فماش علاش داكور اي باهي دونك نكملو لي كونديسيون تاعنا نخرجو لي زيكس تاعنا باش نعرفو شنو هما الانترفال اللي كون فا اكسبتي لي سوليسيون اللي فيه دونك هنايا موان 4 اكس نهزوها من هنا مثلا هذيك لازم اكس تكون اصغر او يساوي من موان 3 على 4 هاي هامش نخدموها بشوية بشوية نهز لموان 3 على اليمين تولي 3 دونك حاجتي توا هذه كيف كيف نهز 3 على اليمين تولي موان 3 موان 3 داكوغ بيناتهم اي دونك باش تولي عندنا اكس هنا يلفو فير اتونسيون مش نقسم على موان 4 يا شيماء دونك جو دوا انفيرسي لو سيني تاع كومباريزون تكون اصغر من موان 3 على 4 صحيح كيما قلت انت اصغر من موان 3 سور 4 هذه هي اكس الاخرى اصغر من موان 3 على 2 علاش اصغر اكبر علاش نبدلو في السيني مش على خاطر باش نضربوا في واحد على اثنين فانا ضربنا في عدد موجب ولا لا لا كي تضرب المقلوب لا كي تضرب في المقلوب ما يتبدلش كي تعمل المقلوب يتبدل اما كي انت شو عملت ضربت لهنا ما عملتش المقلوب انت ضربت في عدد موجب فهمت هذاك كي نعمل المقلوب مثلا هي تكون معش يعني تكون مثلا معش يعني x اكبر مثلا من ناقص 3 نجي نردها 1 سور x وهذه 1 سور موان 3 هنا عملت المقلوب دونك جو دوا انفيرسي لو سين اما انت ضربت داكوغ ضربت في ان دومي دونك ضربت في نومبر بوزيتيف دونك ما بدل شيء داكوغ فاهمين الان دومي هذاك يعتبر نومبر بوزيتيف دونك حطوها في شكل مجال في شكل انترفال اكس لولا مسو ديجا عندنا الاي هي مش الطاقات مش الطاقات طاقات صحيت لانتر لانتر سيكسيون صحيت ها اعطينا الانترفال لول اكس اصغر من ناقص 3 على 4 اكتبها لي في شكل يعني مجال يعني مسو من مدام اصغر يعني من موان انفيني حتكش 3 على 4 صحيح حتكش لموان 3 الاخر مسير فيرمي وفي الموان 3 سو 4 عملتها فيرمي خاطر عندي هو ايكال اي والاخرى اكس باش تكون يعني من 3 على من موان 3 على 2 ويكون فيرمي الواحد حتكش لو بلوس لانفيني صحيح يا شيخ وبويسك عندنا اي باش نعملو لانترسيكسيون باش نعملو لانترسيكسيون دونك باش نعملو لانترسيكسيون تاع لانترفال لول موان لانفيني موان 3 سور 4 اي موان 3 سور 2 بلوس لانفيني صحيت اش باش يطلع لانترسيكسيون ها كي صعب عليك اعمل السلم ارسم السلم كي صعب عليك ارسم السلم حط موان لانفيني بلوس لانفيني قول اي لانترفال لول هو من موان لانفيني بطبيعة شكون باش نحط شكون اصغر من شكون موان 3 سور 4 ولا موان 3 سور 2 اصغر لا موان 3 على ك مسيو لا موان 3 على 2 اكبر من موان 3 على 4 صحيح ده
خلينا نحكي رد بالك هنا خاطر نخدمه على نمبر نيجاتيف يعني في ثلاثة تونسيون انت عندك تراه نقول لك 3 على 2 و3 على 4 شكون اللي كبير فيهم 3 على 2 صحيح شو توا كي ولاو سالبين وزوز تتقلب الحكايه يولي العكس يولي العكس صحيح عباره ضربت في سينيا موان كوك تولي موان 3 سور 4 هي الاكبر داكا دونك هي اللي تتحط لانيه دونك مادام هي الاكبر لا هي اللي تحط الثانيه دونك من الاول هنا باش نحط موان 3 سور 2 وبعدها وبعدها بويسك اكبر منها موان 3 سور 4 دونك تجي بعدها موان 3 سور 4 ايه فهمت ولا لا؟ ايه داكور دونك يعني مثل الانترفال من موان 3 على 2 حتكسر موان 3 على 4 صحيت نشتركوا فيه صحيت الانترفال وين يشتركوا باش نلقاو البارتي هذه صحيت موان 3 سور 4 موان 3 دومي موان 3 سور 4 دونك هذا شنو هذا الدومين ديكزيستانس نتاعنا دونك جو في اكسبتي كو لي زيكس كو لو نومبر الا موجودين ما بين ناقص 3 على 2 ناقص 3 على 4 دونك لي نومبر اللي برا من الانترفال هذا ما نقبلهمش دونك هذا الدومين ديكزيستانس نتاعنا توا نرجعوا للايكواسيون ونخدموا الايكواسيون نتاعنا كيما قلت انت دونك عندنا راسين باش نتخلصوا من راسين شنو باش نعملوا باش نعملوا كاري فوالا صحيت سالي موان 4 اكس موان 3 égal à 2x plus 3 au carré. صحيت ولي موان 4x موان 3 يتنحى الراسين égal 2x plus 3 لو تو او كاري. ايوا من بعد من بعد هذي نحسبوها ومن بعد نطرحوها من بعضهم ايجال زيرو بعديك نبدا نختصروها صحيح دونك مش نعملو مش نحلو ليكواسيون الثانيه مش نحلوها مش نعملو ديفلوبمون نتاعها ستان برودوي روماركابل تولي 4x كاري بلس 6 اكس ثبت 12 اكس صحيح 2 فوا 3 فوا 2 تطلع 12 اكس ايوا بلس 9 بلس بي كاري يعني بلس 9 دونك هنا ستان برودوي ريماركابل ا بلس بي كاري صحيح تو نجيب الكل داكو لهنا اي دونك تولي يولي 4 اكس كاري 4 اكس كاري بلس 12 اكس بلس 9 12 اكس مش نجيب بحذاها شنو هو بلس 4 اكس صحيت بلس 9 بلس 9 بلس 3 صحيت صحيت ايغال ايغال 0 فوالا دونك ديما لوبجيكتيف نتاعي سي ايغال 0 ولا سوبيريور ايغال 0 ايوا هذاك ماشي هو اللي 4x au carré plus 16x plus 12 égale à 0. C'est bien. Monsieur, on a déjà 4 plus 12 égale à 16. صحيت معناها معناتها الاكس بريم باش تكون ا والاكس سكوند ايغال لا الاكس بريم باش تكون موان زا والاكس سكوند باش تكون موان سي على ا صحيت يا شاهين قداش موان سي سور ا موان سي سور ا ايغال 12 على موان 12 على 4 تولي موان 3 صحيت تولي موان 12 سور 4 صحيت سي موان 3 صحيت ايوا ديما توا شنو نعملوا نشوفوا كان هذوما زوج ينتميو للدومين في الدومين ولا لا شنو رايك في موان زان ليه مش ماهيش في الدومين تعال نشوفوا احنا شنو الدومين نتاعنا اي في الدومين على خاطر موان زان واحد ونص صحيح احنا عندنا موان 3 دومي اللي هي موان زان فيرغول 5 وعندنا موان 3 سور 4 اللي هي موان 0 فيرغول موان 3 هي اللي ماهيش في الدومين صحيت داكوغ دونك موان زان موجود في الدومين ديكزيستونس داكوغ موان زان موجود لكن موان تروا فوالا موان تروا مش تكون لهنا داكوغ دونك ماهيش موجودة في الدومين دونك موان تروا نابارتيان با للدومين ديكزيستونس نتاعنا دونك سي ا روجيتي موان تروا سي اون سوليسيون ا روجيتي داكوغ دونك اون فا اكسبتي كو موان زان دونك اس دون ار سي ايغال ا موان زان فوالا D'accord?
بي توا باش نخليك خليك درجين تحاول فيهم في الاكزرسيس الثاني شوية وحدك داكوغ نبدأ نصلح الإكواسيون الأولى دونك 2x كوب موان 6x كاري بلوس 6x بلوس 3 إيكال 5 هي إكواسيون 3 دوغري إكواسيون 3 دوغري بطبيعة إحنا في نيفو نتاعنا دوزيام أني ما نجموش نطلعوها ما نجموش نعملوا لها سوليسيونات نتاعها دونك ماذا بينا نطيحوا في الدوغري نتاع 3 دوغري إحنا شنو نعرفوا نحلوا نعرفوا نحلوا دوزيام دوغري سكوند دوغري وإلا بروميير دوغري دونك ماذا بينا الاكس كوب هذيك نطيحوا لها في الدوغري نتاعها دو تيل سورت تولي عندنا ايكواسيون دو سكوند دوغري ولا ايكواسيون دو بريمير دوغري الا احنا في مقدورنا نعملوا ريزوليسيون نتاعها داكوغ بي دونك شنو هو الحل باش نطيح هكا التروازيام دوغري اما الفاكتوريزاسيون ينجم يكون حل من الحلول اللي يخلينا نطيحوا في الدوغري نتاع البولينوم نتاعها بي هنايا انت خرجت اكس اون فاكتور داكوغ دونك هنا ما عرفتش علاش بعد ما لميتهم حطيت ايجال 0 بعد ظهر لك حطيت ايجال 2 شو ديما ماذا بيك يا شيماء ديما ماذا بيك ظهر ايجال 0 دونك معناها هنا يا سي بون ماك ظهرت ايجال 0 سي بون دونك ما فهمش علاش باش ترجع وتعاود تظهر كل 3 موان 5 اللي هي موان 2 دونك تخليها شنو مقلقتك خاطر فما مش تخرج اكس اون فاكتور لا ميسالش خلاها موان دو برا من خلاها موان دو برا من الفاكتوريزاسيون وخلي هذه زيرو داكوغ مهم كالزيرو هيك مهم بالنسبة لي نحنا مهم في ال في الريزولسيون ديكواسيون داكوغ باهي دونك هنايا انت البروبليم شنو البروبليم من بعد قسمت على حاجة فيها الاكس لاني قلت لك ما تجيش ما نجمش نقسم على حاجه فيها الاكس داكوغ ما نجمش ما نخدموش هكا عمرنا ما نقسمو على حاجه فيها الاكس داكوغ نقسمو على 3 نقسمو على دي كونستانت اما حاجه فيها الاكس لا باه شوف لاستوس هي شنية لاستوس انك ما تخرجش اكس اون فاكتور انك تخرج تو نشوفو كيفاش اي تخرج الدو اون فاكتور صحيت خرج دو اون فاكتور تولي لك فاكتور على الكل ما انت شنو مقلقك مقلقك الموان دو هذا هكا ولا لقعد البرة من الفاكتوريزاسيون دونك كان الاجدر لك تخرج دو اون فاكتور في بلاصه اكس داكوغ تخرج دو اون فاكتور في بلاصه اكس ما مسيب شو قدلنا الاكس او كوب هذاك زاد مليح يتخرج هاك بالفاكتوريزاسيون انا نتخلصوا منه شو همش نخرج دو اون فاكتور يعني شو تقعد لي اكس كوب موان 3 اكس كاري plus 3x donc plus avec moins 2 toi les plus moins 1 d'accord ou l'allez égal à 0 et tu قلقك الكوب هذا صحيح حتى اني مقلقني ما لاحظتش حاجة البارونتيز هذاك ما لاحظتش في حاجة مش بالشكل A au cube moins 3 A carré B plus 3 A, B. Produit remarquable. Voilà. Moins B au cube. Mouche produit remarquable, là, ou A moins B au cube. Voilà, donc le hal, je suis fait la factorisation, t'as ça, d'accord? Moi, on parle de la troisième degré. Donc le hal, fait la factorisation, t'as. Donc, c'est la factorisation, t'as ça, d'accord? Donc, je suis fait deux fois. Donc, le A, là, il y a X. Ou le B, ou le 1. Donc, je suis x moins 1 au cube. Ou quand je suis 2 en facteur, je suis le produit remarquable. Je suis égal à 0. Donc, 2 fois x moins 1 au cube égal à 0. Je te dis que je suis égal à 0, x moins 1 au cube, je suis égal à 0. Très bien, a fois x égal à 0, c'est-à-dire x égal à 0. Aïe, x moins 1 au cube égal à 0, c'est-à-dire. C'est-à-dire x moins 1 égal à 0. Voilà, ça fait dit, mais dès qu'on a x à la puissance n égal à 0, c'est automatiquement x égal à 0. D'accord? Yani x égal à 1. Ça fait. Donc x moins 1 égale à 0, معناها x égale à 1. Voilà.
Voilà, donc on a équation troisième degré, en fin de compte, quand on a une solution, on a une seule solution, voilà. Et équation troisième degré, on a une solution, il y a deux, il y a trois, il n'y a pas de solution. Donc, une seule solution. Fais-moi le galtan taka. Oui. D'accord. B. Monsieur le moins 4 égale à 1. Naïf, place le moins 4 égale à 1. D'accord. Oui, إذا كان قيت يا شيماء إذا كان قيت solution égale à 1 معناها راك ما فقتش A plus B plus C égale à 0 فهمت إذا كان خدمت بالطريقة إذا كان خدمت بالدلتا داكا وقيت solution 1 واحدة منهم égale à 1 راك ما فقتش بال A plus B plus C عارف روحك راهي فاتتك داكوغ D'accord, monsieur. Voilà, et via moins x carré moins x plus 2, c'est a plus b plus c. D'accord? Donc, base à mal t'ralta fait le calcul, mais je n'ai ralta et ni je n'y ai. Ama qui m'a dit, le dit, mais vérifie, dès qu'il y a une solution à chaque fois, vérifie. Qu'on traque en avant, on est en train de moins 4 carré via 16, 16 moins 4, t'as 12, 12 plus 2, mais 0. Donc, femme à moi, je. Donc, on a A plus B plus C égale à 0, moins 1, plus 2, et on a 0. Donc, on a A plus B plus C égale à 0. Et bien, c'est bon, x carré égale à 3. Donc, madame A plus B plus C égale à 0. Donc, on a deux solutions, x prime égale à 1 et x seconde égale c sur A. Et là, il y a moins 2. 2 sur moins 1. Hein, il faut faire attention. Ah, là, c'est moins 1, Yachaim. Hein? C'est moins x carré, mais x carré. Hein? Donc, le A, c'est moins 1. Déjà, tu as un petit moins 1, et que ça va. Donc, x carré égale à A, yani, x égale à racine de A, ou x égale à moins racine de A. Voilà. Voilà, donc puisqu'on a une condition d'existence, là on a la racine, là on a casser, donc directement je n'ai les quatre solutions. Donc je n'ai le 1 ou le moins 2 ou racine de 3 ou le moins racine de 3 comme solution de cette équation. D'accord. Donc on a les deux. Or il y a moins 2. Hein? 2 sur moins 1. Apparemment, quand tu as fait le calcul, Monsieur, على خاطر ديجا غدوة نبدا نعدي السمين بلوكي و غدوة انتوما تبداو اي اش تعدي غدوة؟ تاريخ عربية مخك مشخشب مان اي مثال شاي حفيظة التاريخ مثال شاي سايس راحك ربي معاك ان شاء الله غدوة عايشك بيه؟ Donc, troisième équation, ax plus 1 à l'absence 2010 plus x moins 1 à l'absence 2012 égale à 0. Même je charge x plus 1 en facteur, je vais dire x plus 1 là, on dit x moins 1. D'accord? Quand j'ai x plus 1, x plus 1, il va aller clair, mais je vais charge x plus 1 à la puissance la plus faible, 2010. Mais on a dit x moins 1. Donc, je ne peux pas mettre en facteur de x plus 1. D'accord? Monsieur, ma net à واحدة منهم égale à 0. ليه لا مش ضرب هكا الساعة فهمت الغلطة ولا ايه ما جابش خارج كان جات اكس بلس 1 2010 اكس بلس 1 لا ما 2012 همش كيف كيف صحيح بي انا كاس كو جو بو روماركي جو بو روماركي انو اكس بلس 1 بسونس 2010 هذا مادام القوة نتاعو مادام القوة نتاعو زوجية بير 2010 سيت ان بير معناها بوزيتيف De même, Yashayma, x moins 1 l'absence 2012, je suis con positif. Allez, je rate le sens de ta opé. 2012 positif. Aïe, wesh. Qui est dans la haja positif, ma haja positif, tu sais, oui, 0. Je m'en ai. Il y a qu'un an, dit. La haja, dit que moins z. نعملو x plus 1 2010 égale à moins z. لا 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 بالعكس هيك صعبة على روحك بعد ما تنجم تعمل حتى شيء هم بعد مش عندك بتعمل لا لا هذاك كان جات موان
كان جات موان واليوم هذا نهزوها على اليمين. شوف معايا كي يبدا عندك دو نومبر بوزيتيف والسوم نتاعهم ايغال زيرو، معناها بالضروره زوز اعداد موجبه وتجمعهم يعطيك صفر، معناها بالضروره ال A ايغال زيرو اي بي ايغال زيرو يا شاين. داكور، اذا كان عندي زوز اعداد موجبين ها هما زوز بوزيتيف كي نجمعهم يعطوني صفر، منين جاي صفر؟ جاي على خاطر الاولى صفر والثانيه صفر اي. داكور، اي دونك لهنايا الحل يا شيماء اني باش نحط سيستم معناها اكس بلس 1 هيك على بويسونس 2010 سي ايغال 0 اي اكس موان 1 على بويسونس 2012 زاد ايغال 0. داكور، يعني هون في الكا هذاك اكس بلس 1 ايغال 0 و اكس موان 1 ايغال 0 اي اي. داكور، يعني x إيجالا موانزان ما تجيش، يعني x إيجالا موانزان إيجالا موانزان إيه x إيجالا 1 ما تجيش هكا ولا نفس ال x ايه. نفس ال x مرة يعطينا موانزان مرة يعطينا 1 إيه، خاطر كان جات U acceptable أما إيه نجمو. دونك هنا impossible impossible x تاخو 1 وموانزان في نفس ال R معناتها فيد، فوالا S دون R سي لونسومبل فيد، معناها ليكواسيون هذي jamais égal à 0. Donc x plus 1 2010 plus x moins 1 2012 jamais égal à 0, ne s'annule jamais hein? Toujours strictement positif. D'accord, هكا اش معناها ما لقيناش solution. Ben نمشيو للرابع. Donc quatrièmement المهم تتعلم من الاخطاء نتاعك. شفت هكا حاجه باهيه كي نخليك تخدم وحدك، حاجه باهيه انه نعرفوا وين قاعدين نغلط. ايوا الاكواسيون الرابعه شنو باش نخدموا فيها يا شيماء؟ نسيم الاول لازمنا نعملوا كونديسيون. صحيت، شنو هي الكونديسيون؟ ها مرتي عندنا ثلاثه مرات كونديسيون. صحيت، عندنا تروا كونديسيون صحيت، الا هما اللي هو لازم واحد بلس جذ بلس راسين دو اكس على بويسونس 4 بلس اكس او كاري ايغال لازم تكون بوزيتيف. صحيت، لا تحت الراسين الكبير لازم يكون بوزيتيف. اكس 4 اكس على بويسونس 4 بلس اكس او كاري لازم هذاك يكون بوزيتيف زاده. صحيت، لا تحت الراسين الصغير لازم اكس موان يكون زاده بوزيتيف. صحيت، ولا البرة من الراسين لازم يكون بوزيتيف. صحيت، عندنا 3 كونديسيون ديكزيستونس لهنا دونك على فان اس. دونك هنا لازم لا تحت الراسين الكبير يكون بوزيتيف، ولا تحت الراسين الصغير يكون بوزيتيف، ولا البرة من الراسين يكون بوزيتيف اي اي. دكا دونك صحيت، دونك لازم كما قلت انت 1 بلس راسين دي اكس 4 بلس اكس 2 بوزيتيف لازم يكون بوزيتيف، اكس 4 بلس اكس 2 بوزيتيف و دي اكس مون بوزيتيف. باه ايوه الأولى والثانية شنو رأيك فيهم؟ الأولى والثانية كونديسيون الأولى مثل الأولانية نخرج الـ x أو كاري تولي x أو كاري بلس 1. تنجمش تخرج x كاري تحت الراسين راهو، اللهم مش تخرجها أون فاكتور تحت الراسين. أي أون فاكتور تحت الراسين. وعلاش؟ نحكي على الثاني. تحكي على هذه x 4 بلس x 2. أي. باهي مش نقول لك حاجة، إكس بسونس 4 قوة زوجية ولا إكس بسونس 2 قوة زوجية ولا يعني بوزيتيف، يعني بوزيتيف، عندك إكس كاري توجور بوزيتيف إي إكس 4 توجور بوزيتيف، دونك لور سوم إكس 4 كي تجمعها مع إكس 2 توجور بوزيتيف، معناها الكونديسيون هذي توجور فري. كيف كيف لولا الثانية الراسين هذا بوزيتيف وزدتو حاجة بوزيتيف بلس 1 اللي هو بوزيتيف، دونك دو ميم تعطيني بوزيتيف، فوالا دو ميم 1 بلس 1 وزدتو حاجة بوزيتيف اللي هو الراسين، خاطر نعرفو الراسين ديما بوزيتيف توجور فري. دونك هادي اش معناها توجور فري؟ معناها ما عندناش مشكل، معناتها ديما ما عندناش فيها كونديسيون ما تنجمش تكون موجبة وسالبة، فوالا صحيت ما عندناش فيها مشكل، يعني ديما بوزيتيف. دونك سي ار اي خذ لي اي اكس مضمن ضامن انه لا تحت الجذر هكا لا تحت الراسين هكا بوزيتيف. داكور، داكور، دونك اللي مش تعمل لي مشكله هو البرة من الراسين،
زوز الاخرين اللي تحت الراسين سي بون ضامنينهم بوزيتيف خاطر اكس 2 بوزيتيف اكس 4 بوزيتيف دونك جوست باش نخدم 2 اكس موان 1 سوبيريور ايغال 0 جو في شيرشي لو اكس دونك 2 اكس سوبيريور 1 موان 1 نهزهم غادي يولي 1 دونك فينالمون اكس سوبيريور 1 دومي دونك هكا لهنا قسمت على 2 قسمت على حاجه موجبه دونك ما بدلتش العلامه كان جات موان 2 نولي جو في انفيرسي لو سيني دونك نكتبوها في شكل انترفال دونك شنو هو الدومين ديكزيستونس نتاعنا حطولي في لازم يكون ارز ويكون بريفي دو ان لا لا يكون يكون ار وبريفي من علاش بريفي شو خلينا نقول لك حاجه ريتها ار بريفي هذيك ما تخدم بها كان كي تبدا فما كسر تبدا عندك كسر معناها معناها ايكواسيون بالكسر هذيك راهي اير بريفي فاهمينا مادام ما عندكش كسر ما ثماش اير بريفي داكوغ شو الاولى والثانية عطاونا اير هكا ولا لا يا شايم الاولى والثانية يعني من بلوس لانفيني واحد على اثنين ما نقولوش بلوس لانفيني واحد على اثنين نقولو واحد على اثنين بلوس لانفيني من الصغير للكبير ها دونك اير ما حطينا هذوما زوز عطاونا اير حطينا اي اي نعوضها بانتير الدومين الثاني اللي هو نتاع 2 اكس موان 1 اكس اكبر من ان دومي يعني ان دومي بلس لانفيني ما نقولوش بلس لانفيني ان دومي نقولو ان دومي بلس لانفيني من الصغير للكبير هكا دونك ار انتر ان دومي بلس لانفيني شنو هو يطلع لنا يطلع لنا نفس ان دومي بلس لانفيني يعطيك الصحة صحة خاطر ان دومي بلس لانفيني سي انكلو موجود في وسط الار صحيح دونك لانترسيكسيون تاعها باش يكون لانترفال الصغير اللي هو ان دومي بلس لانفيني فوالا دونك جوست باش نحط معناها من قبل كان لي زيكس اللي موجودين في لانترفال ان دومي بلس لانفيني داكوغ ها تو نبداو نخدمو ليكواسيون تاعنا سي بون دومين ديكزيستونس نعملها اوكا مرتي اوكاري صحيح دونك باش تخرج لي من الاول كي نعمل كاري واحد بلس راسين دو اكس قوة أربعة مع إكس أو كاري إيجال دوز إكس موان زان أو كاري فوالا ما تنساش بارونتيز لي تو أو كاري من بعد قلت نعاود نعمل كاري أخرى هكا ولا مسي ما نحتاجوش نعرفش أنت قلت لي مسي هكاك باش تزيد تصعاب علاش باش تزيد تصعاب على خاطر مزيد دو زيكس باش تولي موان زان قوة أربعة باش تولي قوة أربعة صحيت باش تولي قوة أربعة باش تولي تقلقنا هكا ولا لا؟ إيه دونك خليوها هكا خليوها هكا باه أما نختصرو في الراسين دو إكس قوة أربعة مع إكس قوة اثنين كيفاش نختصرو فيها هذيك؟ هذيك مسيو مش إيكالا إكس قوة اثنين هذه مش نجم نخرجوا x قوة 2 اون فاكتور تحت الراسين أي. ايوه في x قوة 2 و x قوة 2 بلس 1 صحيت صحيت يا شايم دكو تولي 2x موان 1 بسونس 4 2 ده ها هذا يا تاو الراسين هذا نجم نقسمه ولا نجم نقسمه ضرب هكا ولا مادام ضرب دونك نجم نقسمه يعني نجم نكتبه 1 plus racine de x carré fois racine de 1 plus x carré. Haka ale? Hey. Égal 2x moins 1 au carré. Moins 1 au carré. Mais si on a déjà le x, c'est dit que on a peut-être qu'on a 1 de plus x. Mais si on a déjà le x, c'est مسيو شايفه لي انا انه الراسين دو اي الاكس راسين نحو اما ما نجموش نحو غادي على خاطر تنجم تكون اكس ومون اكس اه دونك انا الراسين دو اكس كاري شنو يخرج يا شيماء اكس تخرج فالور ابسولو دو اكس داكا مي بويسك احنا فوالا يخرج راسين فالور ابسولو دو اكس مي بويسك احنا نخدمو سي بون مضامنين الانترفال نخدمو فيه مضامنين بوزيتيف دونك تخرج اكس داكا دونك يقعد مقلقنا الراسين هذا راسين دو 1 بلس اكس كاري داكا ايغال الاخرى تولي 2 اكس او كاري
كلها موان 4x بلس 1 مش بعد نطرحهم بعضهم نحطوا إيكالا زيرو باه دونك عندنا تولي هنا مش تقعد ريت الراسين هذا مش قاعد مقلقنا من بعد داكو هذا مش قاعد مقلقنا دونك في الاخر مش نضطر انه نعملو كاري مره اخرى خاطرته هذا الراسين هذا مش قاعد مقلقني فهمت يعني مش لازم الاول نحيوه صحيح دونك من الاول لازمنا نحيو كاري يا شيماء باش نعملو كاري على اليمين وعلى اليسار ونقالو شوا دونك شو اللي عندنا هذا او كاري وهذه باش تولي بسونس 4 داكوغ دونك هذا او كاري دونك باش تولي ا او كاري بلس بي او كاري بلس بي او كاري بلس 2AB مسيو بشوق شو قاعد شوفوا ايغال هذه باش نحلوها مش تولي دونك هذه ا موان بي على بسونس 4 دونك ا موان بي على بسونس 4 عندنا ستان برودوي روماركابل نجمو نحلوها هي تشوفها ولا اي دونك ال ا هي 2x وال بي هي موان ال 1 دونك شو اللي عندي مسيو هذي باش نقراوها سنة ولا ليه نورمالمون سي كونو هذي سكو نابيل بينوم دو نيوتن نورمالمون شفتهم في البريمير اني لا مسيو ما شو ها شو اللي هيك عندك ان عندك ان ان بعد عندك ان دو ان هذي سكوند دوغري بعد عندك ان ان بلس دو تروا دو بلس ان تروا وهذي ان هذوما لي كوفيسيون تاع ا بلس بي او كوب هذوما الكوفيسيون تاع ا بلس بي كاري من بعد تبدا بال 1 1 بلس 3 4 3 بلس 3 6 3 بلس 1 4 اي اون فيناليز توجور بار 1 فوالا 1 4 6 4 1 هايما 1 4 6 4 1 هكا وبالنسبه للدوغري نعرفوا دونك تبدا من بوسونس 4 بعد تتنحى جمله والبي بالعكس باش تلقاها في الاخر بوسونس 4 هنا باش تلقاها بي بوسونس 3 من بعد بي بوسونس 2 بعد بي بوسونس 1 بعد تتنحى جمله داكوغ على خاطر حتى يعني البروف نتاعنا حتى في ريفيزيون ما حطها لي ما كنتش باش تخدموها مانا باهي مش مشكله باهي اماني تنكتبها مش في الكراسه باهي خليها هذيا مش مشكله ما نضيعوش فيها الوقت بيسك بروفكم ما قراها لكمش ترى نمشيو للخامسه نمشيو للإيكواسيون الخامسة تا إيكواسيون الخامسة نورمالمون فيها شي كاتر هذي فيها شي بوسونس كاتر إكس أو كاري موان دو زيك سينوس موان كوسينوس أو كاري فوالا شو باش نعملو لها هذي عندنا الـ A إيكال 1 صحيح A إيكال 1 والبي و C إيكال موان 2 موان 2 فوا سينوس صحيح و C و C كوسينوس أو كاري موان كوسينوس كاري كوسينوس أو كاري موان كوسينوس كاري تيتا بي دونك هنا ما عندناش حل باش نعملو دلتا أولا نعملو نجمو نعملو دلتا بريم خاطر بويسك البي فيها دو دونك نجمو نعملو دلتا بري نجمو نعملو نسهلو على رواحنا دونك البي او كاري موان موان ان سي فوالا دونك اما رد بالك البي لا تخدم بها بي ايكال بي على دو يعني مش تخرج موان سينوس تيتا بي بريم تاعك تخرج موان سينوس تيتا دونك تولي بي بريم او كاري موان ا سي ما عادش ممكن تولي سينوس او كاري صحيت باش تولي سينوس كاري تيتا موان A فوا C تولي بلوس هكا ولا خاطر عندي موان بلوس كوسينوس او كاري قد ايه سينوس كاري بلوس كوسينوس كاري طنجونت كاري هذيك طنجونت يا شيماء سينوس سور كوسينوس
فكرة؟ بس خاطر نسيت ما عملنيش. هاي هكا علاش حبيت نفكرك فاهمين. هذيك سينوس سور كوسينوس طونجون، اما سين كاري بلس كوس كاري عندنا فيها فورمول رد بالك تنساها، ما دامك تو شبيت في شعبة السيونس هذه ديما مش تلقاها قدامك، ديما ما تعرفش عليها وقتاش تظهر لك. سين كاري بلس كوس كاري ديما ايجال ا ان، باهية باهي باه. دونك الدلتا قداش طلع؟ بوزيتيف هكا ولا اي اش معناها؟ دونك عندها الاكس زوز وحدات هلا عن اكس بريم ايجال موان بي موان راسين دو دلتا على دوزا والاكس اكس سكوند موان بي بلوس راسين دو دلتا على دوزا صح. دونك موان بي، دونك البي اللي هنا يرد بالك خدمنا راهو خدمنا بالدلتا بريم، معناها مش نقسمه على ا كهو رد بالك. ها ومناش باش ناخذ اي البيش، ناخذ البي بري داكو دلتا بريم رد بالك. كي تخدم بالدلتا بريم رد بالك تقسم على دوزات ولي تقسم على ا كهو، باهي سينو اخدم بالدلتا عادي وكهو باش ما تغلطليش. دي هي خاطر فهم برشا باهي ينساو رواحهم يخدموا بالدلتا بريم وبعد تلقاهم يقسموا على دوزا. دونك هذه موان بي بريم، دونك اذا كان بي بريم موان سينوس تيتا موان بي بريم تولي سينوس تيتا، راسين دو ان هو ان سور ا لا هو ان، دونك تخرج لنا سينوس تيتا موان ان. داكا هذه باش اي تخرج لنا سينوس تيتا ديتا بلس ان بلس ان، فوالا عندنا دو سوليسيون سينوس تيتا موان ان سينوس تيتا بلس 1. دونك اس دون ار اي سينوس موانز ان او سينوس بلس ان فوالا سينوس تيتا بلس 1. يعني لو كان طلب منا نعملو التابلو تسيني نجمو نعملو لها التابلو تسيني نتاعها. على خاطر السيني مسيو فما نحط السينوس هاو كموانزان أما مسيو بينا إن السينوس موانزان هي أصغر صحي من السينوس بلوت أن فوالا، خاطر هذه طرح وهذه جمع، دونك جمع 1 بلس سين ستة مش يكون أكبر. نحط صفر غادي السينيو دو موانزان غادي السينيو دو أو غادي السينيو دو أ فوالا، دونك على زوز جناحات نحطو سين دو أ، وفي وسط الكعكتين والوسط هذوكم نحطو موان سين دو أ. دونك علاش باش نحطو بلوس ولا موان لبرا من الصفر؟ غادي بلوس بلوس والداخل موان فوالا. موان بلوس دونك لو كان جات هذه انيكواسيون مثلا جات سوبيريور و ايكال ا زيرو شنو مش تولي اس دون نرسم ار؟ تابلو دو تين ها هو التابلو اس دو تين سينيو نحطو السينيو دو موان زان و حطيك سينيو سينوس موان زان لا أكبر نعملو غادي وتقاطع مع ذيك مش تقاطع، لينيون اتحاد. اتحاد دونك وين هذه بوزيتيف؟ هاي بوزيتيف لهنا وقت الاكس تحوس من موان لانفيني سينوس تيتا موان زان، وبوزيتيف وقت الاكس تحوس بين 1 بلس سين تيتا بلس لانفيني. دونك نحطو بيناتهم لينيون داكوغ، موان لانفيني سينوس تيتا موان زان اونيون. امشي جي هذا تابع دوار التابلو تسينيا اي اي مسيو اونيون فوالا 1 بلس سينوس تيتا بلس لانفيني، بيان سور هنا مسكر على خاطر هو ايكال بلس اي لانفيني فوالا. داكا باه، داكا جوست نحب نخدم لك شوية سيستيم توا سافا في لي زيكواسيون تبارك الله عليك، جوست عاود اخدم ورد بالك في الكالكول. دونك شنجر ناخذ اكزومبل دو سيستيم، دونك بار اكزومبل عندنا اكس بلس ايغريك بلس 4 اكس ايغريك مادام قلت لي تابع ايغال موان 2 بار اكزومبل. Nous par exemple 3 fois x plus y moins xy égale 15 sur 4. أو الحاجة لازمنا نعرفوا شنو هي الميثودولوجي اللي لازم نخدموا بها باش نعملوا ريزوليسيون تاع السيستم تاعنا. دونك تفضل. مثلا نولي نعملوا معناتها نعوض السامبل برودو السامبل سامبل برودوي برود برودوي عن القاعدة نتاع سي على أ دونك ديما سيستيم هذا نحاول نكتبه في شكل سيستيم فيه الاس قداش وفيه لو برودوي قداش. كنقول الاس يعني لهنا اكس بلس واي
وفيه لو برودوي يعني x فوا y قداش داكور. دونك ديما اي سيستيم ماذا بيا نطلع منه الاس والبي نتاعو قداش. الاس اللي هي نعرفوها احنا موان بي سور ا، والبي اللي هي سي سور ا. دونك ديما ماذا بيا نطلع سيستيم كي من هكا نطلع منه الاس والبي، ومن بعد سيستيم نرجعو ايكواسيون دو سكوند دوغري اللي هي اكس كاري موان اس اكس بلس بي. رد بالك هنايا موان ايكال زيرو، وتولي لي ايكواسيون دو سكوند دوغري عاديه نجم نخدم لها الدلتا نتاعها ونطلع لي سوليسيون، يعني نجم نطلع منها بعد الاكس بريم والاكس سكوند ان وجدت. اي مسيو، ما نحن في الكلاس مرات نضطروا انه باش نعملوا سيغ نومي مثلا كي يعطينا فالور ابسولو ولا حاجه، مضطرين ان نعملوا سيغ نومي للاكس. اش معناها سيغ نومي؟ معناتها مسيو مثلا يعطيني، مثلا يعطيني فالور ابسولو دو اكس بلس ايغريك بلس 4 فالور ابسولو دو اكس فوا ايغريك. مسيو مثلا الفالور ابسولو دو اكس نعملوها بغروند اكس. معناها تبوزي فاريابل اخرى، هذاك اش تقصد سور نومي؟ فوالا، اي صحيح صحيح. حتى نشوفوها، حتى نعطيك اكزومبل اخر في سور نومي. داكور باهي. دونك شوف معايا هنايا، دونك وين نرى x plus y ردها سوم. دونك هاي عندي x plus y، دونك نجم نعوضها ب s plus 4 x fois y، دونك سي برودوي، دونك 4p يقال موان 2. دونك ديما نحاول اني نخرج ال s وال p متاعي. دونك هنايا عندنا 3 fois x plus y، دونك سي اون سوم 3s موان برودوي p يقال صحيت 15 سور 4. دونك السيستيم تاعي على شكون نلوج؟ على الاس والبي. دونك انا عندي دو ايكواسيون، ايكواسيون 1 ايكواسيون 2، فما دو نعملو فما ا موان 2 يا اما دونك نردهم فرد كوفيسيون الاس، هذوما زوز نردهم فرد كوفيسيون ونطرحهم من بعضهم داكا، ولا نخرج الاس من الاولى ونعوضها في الثانيه. فما دو سوليسيون، فما سوليسيون دو سوبستيتيسيون وفما سوليسيون ديليميناسيون. ديليميناسيون صحيح. دونك نردهم فرد كوفيسيون، دونك نضرب هذه في التروا الكل في التروا تولي نفس الكوفيسيون هي الاس، نحاهم من بعضهم نطلع البي باش تدخلنا. والا سوليسيون ثانيه، نجي ليكواسيون الاولى نخرج منها الاس، الاس هي موان 2 موان 4 بي، ونعوضها الاس هذه اللي هي موان 2 موان 4 بي نعوضها في ليكواسيون 2. دونك نمشي ليكواسيون 2 ها، ونعوض الاس باش بموان 2 موان 4 بي، وكاك نولي نتحصل على ايكواسيون الثانيه بكلها بالبي. داكور، تولي عندي موان 6 موان 12 بي موان بي ايكال موان 15 سور 4. دونك نولي نتحصل على ايكواسيون الكل هي برودوي، ومنها هي نجم نخرج لو برودوي تاع دونك 13 بي يولي موان 13 بي ايكال موان 6 موان 15 على 4. 13 بي يا هزيتو لهنا يا قلبت البلايص داكور بي. دونك يولي عندي 13 بي ايكال هنا نوحد المقامات، ولي عندي هذه موان 24، 6 فوا 4 موان 24 موان 15 لو تو سور 4، تولي موان تولي موان 39 على 4. فوالا، دونك فينالمون بي ايكال كوا يا شاي؟ بي ايكال موان 3 موان فوا 1 على 13. فوالا، هنا عبارة قسمنا على 13 صحيح، دونك هنا سير 13. هنا فما سامبليفيكاسيون، 39 هي 13 فوا 3، دونك تقعد لي موان 3 من الفوق، دونك فينالمون لو برودوي موان 3 على 4. موان 3 سور 4. داكور، لو برودوي. وبعديك مسيو غادي نوليو نعوضو لو برودوي هذاك اللي لقيناه بال في الأولانية هذيك ونحسبو الاس. صحيح، نمشي توا ليكواسيون الأولى ونجبد الاس نتاع اللي هي موان 2 موان 4 ونعوض البي بالسوليسيون اللي لقيتها اللي هي موان 3 سور 4. تولي تتنحى ال 4، موان 4 تبقى بلس 3. صحيح، موان 2 بلس 3. لا ايغال ا 1. دونك هذه هي السوم نتاعي وهذه البرودوي. سي بون، توقيت السوم والبرودوي. دونك نجم نردهم، نجم نرجع على الاكس والاكس بريم.
دونك نجم نردهم ايكواسيون دو سكوند دوغري ونلوج على على اكس بريم الاكس واكس والاكس. سكوند داكا اللي هما الاكس واليغريك صحيح. دونك شتولي ليكواسيون اكس كاري موان اس اكس بلس بي بلس بي يعني بلس موان 3 سور 4 ايغال ا 0 ايغال ا 0 اس لهنايا 1. دونك فوالا ال ا 1 ال بي موان 1 و سي موان 3 سور 4 نحسبو الدلتا نحسبو الدلتا اللي هو بي كاري كنا نلقاوها بوزيتيف تولي اكس بريم موان بي موان راسين دو دلتا على 2 ا وكنا تكون موان بي بلس راسين دو دلتا على 2 ا وكنا نلقاوها نيجاتيف امبوسيبل وكنا نلقاوها ايجال 0 نعملو موان بي على 2 ا صحيح. دونك هاي لقيناها 4 دلتا نتاعنا طلع 4 دونك بوزيتيف انا عندنا دو سوليسيون اكس بريم اكس سكوند. شفت هنا السي عوضتها رد بالك سي موان 3 سور 4 اختزلت لهنا بال 4 من الفوق ومن اللوطا داكا وعندي موان وموان ولات لي بلوس الف فير اتونسيون في السين. دونك يولي عندنا اكس بريم موان بي اللي هي 1 موان راسين دو 4 يعني 2 سور 2 ا يعني سور 2 دونك هذه موان 1 دومي. لا دوزيام سوليسيون 1 بلس 2 سور 2 جوست قلبت العلامه اللي في الوسط تولي لي 3 سور 2 اي بويسك ما عنديش كونديسيون ديكزيستونس. دونك مانا لهنا يرد بالي السوليسيون تاعي سي سون دو كوبل دونك لي سوليسيون دون ار او كاري نحطو اس دون ار كاري معناها ار للاكس و ار للايغريك. دونك سوليسيون تتحط في شكل كوبل كيما هاك داكا اي. دونك الاكس هي 1 زان دومي فوالا والايغريك 3 سور 2 تو بعد نقلبهم دونك لا كان اكس يولي ايغريك ولا كان ايغريك يولي اكس فوالا هذا هو السوليسيون تاع تفهمينا. باهي هات ناخذ لك وحده بالفالور ابسولي كيما تحبها انت نختموا بها الحصه نتاعنا. دونك ناخذ واحدة بالفالور ابسولو بار اكزومبل مثلا 2 فالور ابسولو دو اكس بلس راسين دو ايغريك ايغال ا 9 بار اكزومبل اي اكس كاري ايغريك ايغال ا 100 كالعادة جو دوا شيرشي الاس والبي نتاعي. دونك هنا دونك اول حاجة ديجا عندي اكس كاري هذه مش تقلقني دونك نابليك عليها الراسين باش نرجعها اكس. دونك نخلي ليكواسيون الاولى ما نمسهاش داكا تولي نابليك الراسين على اليمين وعلى اليسار في هذه يعني يولي عندنا راسين راسين دو اكس او كاري فوا ايغريك ايغال ا دي صحيح. دونك علاش ابليكيت الراسين باش نحي الاكس كاري هذيك باش نرجعها اكس داكا. دونك هنايا الراسين نجم نقسمو عندي ضرب دونك شي يولي ولي راسين دو اكس كاري تخرج لي فالور ابسولو دو اكس فوا راسين دو ايغريك نولي نمشيو نعملو سورنومي لدو الزوز راسين دو اكس والفالور ابسولو دو ايغريك راسين دو ايغريك والفالور ابسولو دو اكس صحيح. تما هنا جوست باش نحسن شوية مش نحاول ما هنا شنو ما لي فاريابل اللي عندي 2 اكس وراسين دو ايغريك دونك حتى هذه صحيت مش نجي للوطانيه ونحاول نظهر دو فالور ابسولو دو اكس كيفاش مش يمشي الظهر يعني مش نضرب في الدو ها مش نجي ليكواسيون هذه نضربها في الدو تولي دو فالور ابسولو دو اكس راسين دو ايغريك ايغال ا 20 هكا يوليو لي نطرحوهم من بعضهم هكا لحظه هكا لا هنا تشبش تطرحهم من بعضهم خاطر هذه فوا فهمت ماكش باش تربح شيء كي باش تطرحهم كان جات معاه ولا الا نقول لك. دونك هنا يظهر لي واضح الفاريابل الاولى هي دو فالور ابسولو دو اكس والفاريابل الثانيه هي راسين دو ايغريك. دونك هنا فهمت علاش ضربت في الدو ايوه باش يوليو كيف كيف فهمت قد كيف كيف. دونك فوالا دونك نعملو سير نومي كيما تقول انت دونك اون بوز grand x هي دو فالور ابسولو دو x والجراند y هي راسين دو y.
D'accord? Donc, si on chauffe le système, je vais aller le temps. Donc, le système, je vais aller x plus y. X plus y égale à 9. X ou plus x grand y. Fois y. Ou x fois grand y égale à 20. C'est bien. Chauffe, je vais aller le système. Voilà. Donc, on a le S ou on a le P, ou le مادام عنا الاس وعنا البي ليش نتعداو توا نتعداو شو اسمه باش نلوجو على الاك على الجراند اكس والجراند اي نتعداو للايكواسيون دو سكوند دوغري سيستيم نحاولوه للايكواسيون دو سكوند دوغري ولي اكس كاري موان اس اكس دو اكس بلس بي يعني بلس 20 ايجال 0 رجعوا للايكواسيون دو سكوند دوغري ونحسبوا الدلتا معناش حل لهنا نحسبوا الدلتا معناش ا بلس بي بلس سي دونك بي كاري يعني 9 قوت 2 81 موان 4 فوا 20 موان 80 دونك يطلع 1 ايجال 1 دونك بوزيتيف معناها عندنا دو سوليسيون اكس بريم ايجال موان بي موان راسين دو دلتا على 2 ا تطلع 4 ايجال 4 x والx grand égal à 5 9 صحيت plus 1 sur 2 تطلع 5 لا طلعت هما grand x و grand y اي نوليو نعمل نقسمو مش لهنا الاك معناتها الفالور ابسولو دو اكس باش تكون باش يكون 2 يعني اكس باش يعني بتيت اكس باش تكون موان 2 لحظة ترى الفالور ابسولو دو اكس اصلها شنو نرجعوها لاصلها اصلها شنو اصلها دو فالور ابسولو دو اكس دونك نحطو دو فالور ابسولو دو اكس نرجعوها لاصلها يعني فالور نرجعوها راسين دو اي دونك شي يولي عندنا ايكواسيون فيها دو فالور ابسولو دو اكس ايغال 4 اي راسين دو اي ايغال 5 دونك فالور ابسولو دو اكس تولي 4 سور 2 2 كيما قلت انت و راسين دو اي ايغال راسين دو 5 او موان 5 صحيح اي ايغال 5 او موان 5 اما رد بالي فما واحد اخر ينجم يختار العكس اش معنى ينجم يختار العكس يعني 2 اكس يختارها 5 والراسين دو إغريك يختارها الكاتر هكا ولا ليه؟ خاطر احنا توا دي سميتها إكس ودي سميتها إغريك واحدة نجم يختار هذه الإغريك وذي الإكس دونك مانا أو دونك لازلنا نعملو يعني في الأس دو إغ لازلنا أو يعني نقلبوهم المرة الثانية صحيت ولا نحطهم نحطهم أو عندي نحطهم معنا أو دو فالور أبسولو دو إكس هي باش تاخد 5 و الراسين دو إغريك هو اللي مش ياخو الكاتر يعني تولي فالور أبسولو دو إكس إيغالا 5 سور 2 و راسين دو إغريك إيغالا 4 ولا يولي عندي دو سيستيم يولي عندي دو سيستيم دونك ولي عندي دو سيستيم دونك خلينا خاطر رجي انفيرسي دونك يولي عندي السيستيم الاول دونك شي خرج لي اكس ايغال 2 2 او موان 2 والايغريك والايغريك باش تخرج لي راسين دو 5 او موان 5 رد بالك عندك راسين دو ايغريك انت تحب تتخلص من راسين دو ايغريك اش تعمل 25 شو لي كاري تولي 25 دونك ايغريك ايغال 25 هكا ولا يا شيماء ايغريك ايغال 25 y égale à 25. Donc, هذا بالنسبة للسيستم الأول. السيستم الثاني où donc valeur absolue du x égale 5 sur 2 donc x égale à 5 sur 2 ou x égale moins 5 sur 2. Ah, racine de y égale à 4. Y égale à quoi? Y égale à 16. Voilà, 16. Ah. ها اجا ناخذوا لي كوبل نتاعنا توا كحاضرين اس دون ار كار دو 25 والا موان 2 25 والا 5 على 2 16 صحيح والا موان 5 على 2 16 صحيح سي بيان دونك رد بالك
بعد ما بدل الفاريابل نتاعك رجعها لاصلها وراك باش تعمل دو سيستيم دونك هذه تنجم تكون جراند اكس هذه غريك ولا العكس فوالا هذو هما لي سوليسيون تاعنا يعطيك الصح سي بيان يا شيخ داكور دونك هذا بالنسبه للحصه نتاع اليوم ان شاء الله تكون فهمت ان شاء الله تكون استفدت داكوردو داكوردو